أي ألم؟ ما أحس الأيام. زين حسين أكبر وحدة ثانية راح تطلع؟ إيه. ها؟ إيه. يا لون. يا لون. لا بعد هنا هي. يعني ما واصلة ليجا. بعد هنا. مو أن هي توصل ليجا يلا أعرف لونها. توصل لنا يلا تعرفين لونها. إيه. زين هي جوا شلون تشوف لونها؟ أنا أشوف. مو اكو ضوء عالي لما اغمض عيني يطلع ضوء عالي وانا اشوف من تغمضين عينك يطلع ضوء عالي اي يعني زين من انت ونايمه وانت يعني غافيه هم تصير عندك؟ لا بس مرات انفز بكل الماما طلع لي اهل يعني مرات افز من النوم مو تزيد توجعني ماما تطلع عليها هاي تحسين بألم؟ ايه لا يعني لما انا بس لما انام ما احس بألم الطبيب من الفحص كل فتحه ماكو تطلع الحصويه تطلع يعني اكو فتحه تطلع من يمها بس سبحان الله الفتحه ماكو بتختفي يعني بعد ما تطلع الحصويه بعد ما تطلع الحصويه تختفي الفتحه الفتحه تعرف بالعدد تعرف بالعدد وباللون حتى اللون؟ حتى اللون. اللون شلون؟ اللون ما اعرف، قلت يا بابا شلون تعرفين اللون؟ انت قلت لي بابا اغمض عيني اشوف الضوء ويكشف لي الالوان مال الحصو. كانت بيضة وبرتقالية وسودة مضبوط والله مثل ما حكيت يا بني. مو هي هنا؟ هسه هي وين بالضبط؟ نعم. هسه تحسين بيها؟ لا ما احسن بيها بس هي هنا انا. ادري شلون عرفتي هي هنا؟ مو هنا احنا هواي من الجامعات شنو الحادثة اللي صارت وياك من راجعت بيها للطبيب والله من بعد ما حولوني المستشفى التاج الاهلي حولوني المستشفى القمه فدخل الشواف في التحاليل قال عيني بنتك كذابه انت شلون دكتور قال هي تخلي الحصوايه بعينها فسالت قلت دكتور اصغر حصوايه ودخليها بعيني تجرح عيني قال تجرح تسوي عين حمراء قاعد تسوي عين حمراء قلت له اذا اذا هي 25 حصوايه باليوم اذا تخلي حصوايه هيك بعيونها شو تسوي بعينها مدمره سكت هي تصير عندك بعين واحده لو بالاثنين لا بس بهاي بس بهاي العين ايه زين تريدين تخلصي من هاي الحاله لو طبيعيه عندك لا تخلص